السابع أو السادس لا أذكر في بناء القوة الشخصية البدء مع الأهل، لك تلقى شخص عنده خور في بيته، فمن باب أولى خور في مجتمعه، يعني يكون من ذاك الشخصية الذي أسأل الله ما يكون كذلك، لكنه فقط يريد يقول أتها، يقول نريد خطبة خاصة عن الرجل المركوب. وش يعني الرجل المركوب؟ هو الذي قد متنازل عن قوامه، ما عنده قوة في أهله، ما يقدر يلزمهم بالحجاب الزين، ولا يقدر يلزمهم بالدروس، ولا عنده شيء، فقط يجيب فلوس كأنه سائق، جيب فلوس ودي فلانة، جيب فلانة، والله عندي بتأخر، لا أتأخر، أحضر إلى آخر، أبى أروح والله في درس بالطائف، لا، حتى ما يحتاجون يقول كلمة لا. طيب، مقصود مثل هذا كما يقال باطن الأرض خير من ظاهر، لأنه كيف يتوقع قوة شخصية المجتمع وبيان حال أهل بدع وهو على هذا الخور والجبن في بيت أهله، منهزم، ما عنده قوة. الرجال قوامون على النساء، يقوده أهله ولا يقوده، يروحن لي بعدين أقعدين شكل برشوي في البيت إلى آخره، في خائف مسكين. أين فحينئذ النبي وجه مثل هذا لقوة الشخصية. كيف؟ من يذكر لي قصة رسالة الأمة ليكون الشخص قوي حتى ليس يصير ذو جبروت وضرب وكسر، لا مو بهذا، لكن يكون مسموع الكلمة المصابرة حتى يرجع الراجع إلى الدين الحق بالسيادة، يوم يهجر نساؤه صلى الله عليه وسلم ويصبر على ذلك، وفيهن الجميلات كصفية وعائشة، وفيهن الفاضلات القانتات، نعم، ويهجرهن شهر لما رأى أنهن يسألنهن النفقة في وقت ما تيسر لهن النفقة، وشددوا عليه بالسؤال فهجرهن شهر. الآن يقول، تقول ليش؟ يقول له حديث شهر، يقول نص يوم ما أقدر والله يا مسكين، يقول ساعتين وإذا حس رجلي ترقص من الخوف. طيب إذن كيف تقيم حينئذ أسرة وأنت هم يملكوك لا أنت تملكهم؟ حقيقة ليش ما تصير مثل شخصية النبي، تتأسى به بالحق وتكون على مبدأك حتى الحق، يعني اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذه المظاهر بناء القوة في المنازل، ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وحينئذ مع الأصحاب أيضا، هل كذا مع أصحاب صاحب خور وجب تخاف تقول لصاحبك سعيد يقول ما عاد يطرق لي باب إذا بينت خطأ الشيخ المتعلق به، ما ذكرت له حتى على سبيل الإجمال، حتى على سبيل فيداه. فحينئذ يبشر فيجي اليوم يصير هذا عدو، لأنه كان إيش المجاملة هي أو الود هي كالصنم أو المتعلق عنده، فالله يعاقب هذا الصاحب يهجره كذا لأنه جامله في الحق. وخيركم خيركم لصاحب، من خير لصاحبه أن تبين خطأ من تعلق به، كان يكون إما يذم ولي الأمر أو يذم نائب ولي الأمر ولم يتب من هذه الطريقة، تبين خطأ كل هذا خطأ، إلا يذم نواب ولي الأمر أو يذم ولي الأمر خطأ، هتسكت تداهنه تقول لا والله أخاف يهجرني، أخاف مدري شلون. فلابد حينئذ أن تقوى على أهل المنزل بالحق، كما فعل النبي ما دخل بيته، لأن اشترت، مع أن اشترت عائشة هدية له قوي قوي، قوة ينبغي الأمة تتأسى به. قال نمارق اشتريتها عليك، ما بعرف التصاويت، ما دخل حتى وزيرة الصورة. هذه القوة وين أنا؟ وين القوة؟ اللي يقابل الحزم، يقابل الحزم اللي مقتضى الحزم، يعني يقابل بالخور المزاح. ما تشد عنده قوة في الدين.
فما يدعو أهل بيت الاستمرار في المعصية لأن شخصية هزلية مزاحة لا تقبل الجد، وتقدم هوى النفس في الود على الحزم، بخلاف شخصية رسول الله القوية. ومن تأسى به حتى المعاصرين مثل الشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ الفوزان كذلك رحمه الله.